بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف أخذت الباص رويال طبعا الحمد لله، يعني صار لي تقريبا فترة ما اشتريت الباص رويال تقريبا موسمين تقريبا، بعدين قلت نشتري بهذا الحساب الحساب الثاني، وأيضا أعجبني شكل مظهر برج، هو اللي يحدد إنه أشتري باس رويال أو لا مظهر برج. هذا مظهر برج يعني نوعا ما جيد، نوعا ما حلو. معلومة بسيطة، إذا في كحة ويعني وتكح كذا لا تشرب قهوة صراحة، يعني قهوة تزود الكحة عليك حسب تجربتي الله أعلم، بشكل عام القهوة يعني بطلت القهوة تقريبا. أنا أتكلم عن القهوة السوداء، القهوة هذا المظهر اللي أتكلم عنه حلو حلو، يعني لون أزرق كذا وهلالي ما أحتاج لون جميل يعني بحري كذا، نحطه بالتشكيلة يعني يقول لكم القهوة تزيد الكحة. هذول الشباب متصلين Getting Dark، بنشوفهم بعد شوي إن شاء الله. أحاول ألعب مع عليم مالونية. طيب يلا بسم الله نروح على الساحة ويلا نشوف أول مباراة بال باتل رويال ضد خصم عربي صراحة جزائري. ايوه رمى كرة النار هنا على هذا، يا ساتر يا ساتر، شوف 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 ورانا هالتسلة ورانا. الحمد لله شوف كيف، الله كلهم هذا الجلد كله من الساحر يعني، يا ساتر شوف كيف اللعبة الوسخة، شوفوا كيف اللعبة الوسخة، وراي حاطي الخصوم التسلا والخصم شكله يبدو استسلم، ما راح نزود عليه الضحك لأنه يعني ما ضحك علي وكان نوعا ما محترم، يبدو لي تشكيلته زفت تسلا كرة نار وحركة كرة نار مع الخنزير، والحمد لله هذه أول مباراة يعني صراحة ما تغير الخصوم يعني لا زالوا صعبين وكريهين وتسلا، لكن على الأقل فزنا، على الأقل فزت، فالحمد لله. تسلا كرة نار، يا ساتر خلنا نشوف كم خصم تسلا باليومين اللي راحوا. تشكيلتي 4.5 كأنه ثقيلة شوي. بعض الناس يقولون ثقيلة كثير، يعني لو أنا أسأل دغريري بيقول لي ثقيلة كثير، لو أسأل ما أدري مين بيقول لي ثقيلة كثير. ما أقدر أطور، عندي بس 40,000 ومعنا أفضل أوفر، مدام ما أقدر أطور الأفضل أوفر، لدام يعني أنا ممكن أستعمل بطاقة تعزيز البطاقة الأسطورية، لأن عندي 4 من 4 يعني ما راح تجيني. طبعا جتني بطاقة أسطورية بالحرب اللي راحت، بس أنا ما تأكدت صراحة هل هي جت، هل أنا أخذتها فعلا لحسابي ولا بس كذا جت. بعد شوي يعني بشوف فيديو الله أعلم يعني. هنا لازم نحط على مين، على الأميرة والله. ساحر كهربائي ما لني أطور صراحة يعني، ما راح أقدر أعتمد عليه كثير إذا ما كنت يعني موصل ماكس، يعني ممكن أطور نعطي السباركي الحين وبعدين إن شاء الله نشوف الموضوع. هنا كتاب العجيب طبعا، هنا التنين الصغير أفضل يعني، التنين الرهيب
رهيب يتحمل البرق، يعني هذه ميزة كبيرة. ويلا تنين صغير نعطيله الكرات الإضافية، البطاقات الإضافية، الكروت الإضافية. وهذه أكيد عند الأسهم، أعشق شيء اسمه أسهم، نحب الأسهم، نطورها، نرتاح من نافخ الأسهم، نرتاح من الأميرة، رامية المفرقعات، ترتاح من هذولي البطائق المقلقة الآن. وهذا وقتها، وقت البرج، وعشرة آلاف ذهبات. الذهبات حلو حلو، يعني كويس ممتاز. ففزت مباراة صعبة ضد سمت شايفين ميجنايت تسلا. طبعا الخصم أخطأ، حط التسلا بعيد بزيادة، بالعادة الناس يحطونه بعيد وتصيد. الآن شوف ايش الخصوم كيف، تسلا قبلها تسلا بالساح، أو قبلها تسلا، ثلاثة خصوم تسلا ورا بعض. هل هذه لعبة طبيعية؟ هل هذا طبيعي كذا ولا تطفيش؟ ما أعرف. عندي 50,000، ما أعرف الفارس يستاهل صراحة. أفكر بالموضوع نشوف، أو يمكن نجمع لل100,000 تطوير ماكس، الله أعلم. ما عندي ولا بطاقة تجميع فيها ماكس، ممكن الفارس يستاهل. نشوف علي، يا ساتر يا ساتر، شوف كيف الخصم، أعوذ بالله، فرن وكوخ غيلان. لكن عند السباركي ما في أي مشاكل، رهيبة تشكيلة علي. شوف كيف هذا الخصم يسبب إزعاج لأي واحد، لأي مخلوق، لأي إنسان. لكن عشانه ما يلعب ساحر كهربائي، تورط كثير يعني، ما يلعب لا ساحر كهربائي ولا هياكل. هذا التشجيع اللي الله يحرمنا منه، تشجيع أبو كلب يعني. نعرف يعني، لا تشجيع رهيب يعني، بالنظر لي موجود من التعبيرات الآن. علي شوف الخطأ وين الخطأ وين؟ لا علي سوى غلطة، والآن يدفع فيه، استعجل بالسباق طبعا. لكن خلاص هو تقريبا جاب الفوز، خلاص جاب البرج اليسار، الفوز مضمون، ما في أي مشكلة يعني. ما حتى لو أغلاط زي كذا، ما هي أغلاط تقلق الخصم زي ما نقول. كويس إنه أمير الظلام موجود، أمير الظلام رهيب. شوف كيف مع الساحرة الأم، رهيب أمير الظلام ضد البرابرة. الآن علي حركته الغريبة دائما كذا يسوي، الوحيد اللي يشوف يسوي غضب لي للقلاعه يا ابراجو، يعني اساس يقوي الدفاعات. حركه رهيبه، لكن بس تحط غضب بدون اي بطاقه، على ولا بطاقه، انا ما اعرف يعني، بس حركه رهيبه يعني عجبتني. دائما يسويها تقريبا يعني، كثير ما يسويها. هنا الحين نشوف مونستار صديقنا، ايضا مونستار احد المشتركين بهذه القناة. أصلاً أنا ما أدري أعرفه من قبل ما يشترك، بعدين علمته على القناة، بعدين يبدو لي نشوف أي واحد ثاني الآن إذا كان موجود. أيوة ترتيب الثاني، نكمل معه. لا الخصم صعب، مباراة صعبة، مباراة حلوة. شوف نافخ أسهم ماكس، يا ساتر، ما مالمية يموت من نافخ الأسهم، يا ساتر. الجدع هذا غلط طبعاً، المفروض هذا الجذع تخلص فيه مباراة، هذا المفروض. اوكي كرة نار، كيف تورط الآن؟ تلعب جذع تتورط، برميل الغيلان، ويا ليت تلعب جذع على شيء يستاهل، ما أعرف، تلعب جذع كذا في الأرض 300 خلاص كرة نار. فوز فوز فوز،
شايفين كرة النار ضعفوها؟ الله شوف 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 تسعة، وش هذا؟ هذه اسمها والله لو اي واحد ثاني كان تورط. شوف يرمي جذع على شوف 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 الاستهبال الحين، شوف الاستهبال، الخصم بدأ يرمي صواريخ لولد 876 يرمي جذع الان. لا 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 500 صاروخ بس وخلاص. تسعة اوف، احمد ربك احمد ربك ان الخصم هذه ميزة ميزة التشكيلات السايكل زي كذا. كل الاثنين يلعبون تشكيلات السايكل طبعا، ما نحتاج نتكلم عن اللوج بيت. اللوج بيت ام السايكل، اقوى تشكيلة السايكل يعني اي نقدر نقول مباراة روعة، مباراة حماس. شكرا على الذهب، عفوا توم سترايكر، مع انه ما تبرع لي بفالكري من زمان ما شريت الباس رويال. يور ويلكم. عن القبيلة البنغالية يور ويلكم يس ايموجي كذا وصل الله وبارك. والسلام عليكم ورحمة الله، نراكم.